السلام عليكم يا جماعة الخير، معكم عادل من قناة انفينيت جيمنج. اليوم رجعنا لكم بلعبة مورو شير. يا جماعة الخير اللي ما شاف فيديو السابق يضغط هنا، فخلونا ما نطول بكلام ونبدأ نلعب. طيب يا جماعة الخير، وصلنا هنا في الفيديو السابق بعد ما قتلنا الزعيم، خذينا منه الجلاند. بعد ما خذينا منه الجلاند صار المكان مظلم كما تشوف يا جماعة الخير، اوكي. فمهمتنا اليوم ان وش اسمه ذا نوصل الجلاند حل بومه اللي موجود في القلعة يا اخوان، اوكي. انزين قبل ما نتحرك ابغى اراويكم شيء يا اخوان. انزين لحظات، شوفوا هذا الماسك اللي موجود هنا. هذا الماسك يا اخوان فائدته انه على اساس تتنقل من منطقه الى اخرى، فما يحتاج يعني تضرب خط ليه ما توصل منطقه ثانيه. تستخدم هذا الماسك وامورك طيب يا اخوان، فتتنقل من منطقه الى اخرى. ولكن اذا كان عندك الجلاند ما تقدر تستخدم هذا الماسك، اوكي. فخلونا نتحرك. انا بصراحه ما اتذكر كيف طريق الرجوع يا جماعه، والله ما اتذكر ابدا يعني. انزين فيه اكثر عن هذا الاشباح الجنة ذيلا يا جنيات. ابلع، والله ما اخليش. انا ليش ما عندي اسمه ذاك؟ ليش ما عندي لياقة يا اخوان؟ تعال، لا 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 يا حبيبي، لا 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 لا، طلع هذا الاحجار، ما يصير صح يا اخوان. خلينا نقرب نتنقل نشوف هذا وين. هذاك ما موجود يا اخوان. شوفوا يا جماعه، صار ماشي طريق اصلا. لازم تستخدم هذا الاسمه، لازم تستخدم التليبوتر يا اخوان على اساس تتنقل. شوفوا، تذكروا شيء، تذكروا فيديو السابق كان في طريق هنا يا اخوان، اما الحين صار ماشي طريق. فيعني فلازم تستخدم هذا التليبوتر، فبنستخدمه. طلع ماشي طريق، انا على بالي يعني ما تقدر تمر. طلع ما تقدر تمر يا حبايبي. في غير هناك في التليبوتر، اتوقع لازم نروح لك التليبوتر الثاني يا اخوان. يا زريبه، ناقص ضربي. لحظات، هدي هذيله، والله ملغان هذيله قاين هذيك. اوكي، انا بشرد يا اخوان، انا بشرد لان ما شفت اقتل هذيله، ما يفيدك بشيء ابدا يعني، فاحسن الشرد يا اخوان، لازم تشرد. اوكي زين، تو وين بعدين؟ وين رحتوا؟ وين نروح يا اخوان؟ انا ما اشوف شيء، انا ما دار راسي صح، ما اعرف وين اروح. شكله من هنا يا اخوان صح؟ لا انا ما عندي فطر، احلب بس. عندي هذا ولكن ما عندي فطر، لكن هذا بيساعدنا، مفيد يعني. خليها تضرب ذي. يا عزيزي، انت وش باغي؟ انت وش باغي؟ انت مطرختك، غيب ما فاضل لك انا. هذا ايش هذا؟ حاسس يكون فطر. ضربتني الزريبه هذه. لحظات يا حب، عندي واحد بس، اعطوني واحد فطر. قاعد تمزح معاي انت وش؟ هذا قيت يا اخوان. انا بكمل سيره. هنا يا اخوان، هنا الشرده. شفته صح؟ هنا ماشي طريق، خلاص ماشي طريق، فلازم استخدم هذا المتنقل. هذا جديد، هذا المتنقل. انا بكمل، انا بشرد عنهم يا اخوان. انهم واقدين وتضيع وقتك معاهم هذول، ماشي فايده تضاربهم كلهم. يا اخوان شوفوا هناك قدام، شوفوا قدام هناك. يا ساتر، كنت بطيح ماشي طريق هناك. حتى هذا المختصر اسمه ذاك، شوف ماشي مختصر، او شكل شيء مختصر هنا، اما الحين ماشي مختصر. فيعني يغصبوك تمر من عندهم هذيلا اللي عندهم اسهم. لا والقهر ما كذا، والقهر اوكي. سالفه فيها 300 يا زريبة. انا بشرد، اتوقع الطريق من هنا يا اخوان بيكون. طلعوني من الدرع يا اخوان، بسرعه. الشرده يا اخوان، شرده. والله انكم زباله.
حتى هنا كان اصلا في باب يعني تقدر تمر من هنا يا اخوان، اما الحين ماشي سكروه. انا بحاول اقتلهم هذيلا على السريع. لا لا ما اريد اقتل خلاص، انا بروح انا بروح. اذا هنا بطيح، لا ايوه بطيح كنت. حلو، من هنا من هنا الطريق يا اخوان، من هنا من هنا. انت انت لازم تموتين لان عندي السهم، لو ما قتلت هذه بتضربك من مسافه من مسافه بعيده يا اخوان، ف يفضل انك تخلص عليها. اوكي شيء تليبورتر ثاني هنا اخوان. لا لا ما يحتاج تليبورتر، هنا تنزل من هذا اللفت. اوكي هذا الالفيتر راح ينزل لك الى الطابق السفلي، وطابق السفلي فيه موجود هذيك المشعوذه اللي مكان اللي تسيف فيه هذا اللعب يا اخوان. فاتوقع الامور طيبه، فاتوقع الامور طيبه، ولكن بعد عنا 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 مشوار يا اخوان. ما يعني بعدنا ما وصلنا مكان. هذا الجن شو كم متروسين، هذا الجنيات الوين عسى تكون موجوده هذيك اللي اسمه المشعوذ هذيك ما اعرف من اسمها. هذه هذه موجوده. هلو انا انا شرت. اوكي لحظات ابغى اشوف شيء. شوفوا شباب قبل لو تتذكروا قبل في الفيديوهات السابقه كان ما في اوبشن مكتوب لك ترافل، كان بس ابيليتيز وفقط، يعني ما عندك اوبشن ثاني غير ابيليتيز. اما الحين عندك ترافل فيس. تعرفوا ليش طلع على الترافل؟ بسبب انا اشتريت هذاك القناع الذهبي. اما الحين ولكن مشكله الحين ما نقدر نستخدمه بسبب عندنا جلاند. فلما اول ما نعطي هذاك البوم الجلاند ماله اوكي نعطيه الجلاند هيك الساعه راح يتفتح عنا الترافل. يس ذاتس ات. فالحين لازم نضرب خط مشي، والطريق والطريق كان هنا يا اخوان اتذكر. ايوه كان هنا، لكن عندنا مسافه طويله يا اخوان. يا زريب خوص خوص. كان شوي يضربني السالفه، ما يضربني السالفه ذيلا الموجودين قدام الحين، لكن عارف كيف ادبهم. شوفوا شوفوا الحركه يا اخوان، شوفوا الحركه بسوي كذا انزل ويبلع. ما صابهم شيء ذيلا والله. ما فاضي انا بشرد، ما فاضي ما يخلص قسم بالله ما يخلص. ايوه ايوه كان هنا الطريق اتذكر، بعد تلف يمين صح وشي دوار. ايوه كانت تلف يمين هناك. ما شاء الله عليكم، بغيتوا شيء؟ انا ما فاضي انا ما فاضي، بس ادور وين كان هنا شيء تليبورتر يا اخوان. كان شيء تليبورتر ما اشوفه، وين راح التليبورتر؟ انا ضعت يا اخوان شكلي ضعت، ما اشوف التليبورتر ما موجود. يا الزريب اطلع من هنا يا اخي، الذكه كانت تلف يمين. التليبورتر شيء قدام في واحد، ولكن هل هو ذا اللي ما في؟ كان اذا كان هو ذا اللي يطلع كذاك الباب الرئيسي يا اخوان. احنا باغي نطلع من هذه المنطقه الحين. ايه هنا هنا هو ذا يا اخوان، طلع هو. ما فاضي يا حبيبي ما فاضي. الشرده انت مو قاعد تسوي هنا، مو قاعد تسوي هنا. اوكي انتظريني، راح تنتظريني واجد انت يا اخوان. احسن نسيف، احسن نسيف عن يقتلونا بس. ايوه سيف. ما عندي شيء كذاك مميز شيء يعني يفيدنا، شيء جلمس لكن ما احتاج جلمس الحين. اوكي اتذكر كان في فطر هنا، وين راح؟ حتى الفطر شالوه. زين عقب المهم خلونا نكمل الطريق من هنا. يس طلعنا من هذه المنطقة، ولكن المنطقة الثانية اللي بنروح لها الحين نفس الحالة مضببة، وبيكون متواجدين هذلاك الفامبايرز. فلما كان لما المنطقة تكون مضببة يجيوا هذلاك الفامبايرز يا اخوان، فراح نلاقي الفامبايرز. ما اريد اشوفهم لانهم هذلاك يا اخي مزعجين يا اخوان، مزعجين. تسمعون الاصوات؟ هم هذيلا الفامبايرز هذيلا، هم هذيلا. سمعت الاصوات صح؟ جالسين ينتظرون قدامهم.
ولكن انا اعرف كيف ادبهم هذيلا. شفتوا لاحظتوا صح؟ لاحظتوا ان المكان مضبب بسبت الجلاند اللي عندي انا. فكل ما تقتل زعيم زين وتاخذ منه الجلاند يصير المكان مضبب يا اخوان. اوكي يا اخي تعطوني واحد فطر وش اسوي انا؟ شفتوا هو واحد منهم، هذا هو اول واحد. يلا يا اخوان لو ما سويت ذاك مسمح، لو ما سويت التصلب، ميزة التصلب كنت ميت انا. لكن الحمد لله اني فكرت وسويت لها هاي التصلب. ما شاء الله عليكم. انا عندي سؤال، سؤال ما له جواب. هو ذا السؤال، عسى فهمته زين. اتوقع كان في مختصر صوب اليمين اخوان، فاحسن نروح من صوب اليمين. يا حبيبي انا ما فاضي. ابلع ابلع. نسيت اسمه ذاك يا اخي، لغم سلاحي الحين بس تذكرت ان حصلنا ذاك الاسم، حصلنا ذاك الايتم حل سلاحي. والله نسيت لغم سلاحه. اول ما نوصل لذاك القلعه راح لغم سلاح. انا والله نسيت اني حصلت الايتم. ايوه اشوف عندك ماخذ وساده، ماخذ وساده. احس انك ما ماخذ وساده. ايوه هو وساده اذا باغي. قاعد تنتظرني. تنتظرني. اوكي انت سمعت عني، سمعت عن هامر انشيزر. هو ذا هامر انشيزر، عرفتك عليه. ابلع ابلع ابلع. سليب تايت مان، سليب تايت. اوكي وبعدين يمكن اتذكر كان شيء مسمى، كان شيء كذا كمسمى ذا شيء نفق. وين هذا النفق؟ ما حصلت صح. ابلع. انا ما فاضلكم، انا ما فاضل، عندي مشوار يا اخو. ليش استخدمت هذا؟ ولكن بستخدم هذا. هذاك كان في نفق يا اخوان، ما حصلت النفق، ما اعرف وين كان. هنا يمكن. I'm not sure. I'm not sure. ما حصلته. هو 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 يا اخوان، هنا هنا المختصر، هنا راح يطلعك الى، اتوقع يطلعك يعني قريب من القلعه. ما اذا ما خاب ظني، ما متاكد. هيكل عظمي. زين. اوكي. يس وي سبوست تو جو هير مان. هنا كان ال مثل ماذا الطريق الى القلعه يا اخوان، هذاك القلعه قدامي. هنا شيء. اوه لا لا لا. هنا في نفق، في نفق، في ذاك فخ. هذاك هنا الفخ ما هو شو؟ ثلاث أربعة خمسة. الشردة من هنا، الشردة من هنا. ابلع ابلع ابلع. يا اخوان صح ذيك المرة أنا ما شليته. هنا كان في اسمه تشيست، أنا ما شليته إذا ما خاب ظني. أتذكر كان في تشيست هنا اللي هو ايوه هو ذا. شوف هذا لما تاخذه انزين يا شباب، لما تاخذ هذا يعطيك، يعطيك غرض، يعطيك ايتم يعني. اعطونا جولدن بيل. والله انك زباله. اوكي بندخل من هنا، بندخل من هنا يا اخوان. خلي ايوه شوف حصلت هذا الايتم يا اخوان في الفيديو السابق، حصلت على هذا الايتم. الحين راح اسوي ابجريد والسلاح بيكون تقريبا يعني تقولوا يعني فل فل اسمه ذاك خلاص يعني فل اسمه سترينث. اوكي ال2 ار2. اوكي gain enough resolve. اها كذا السالفه. هذا الميزه يا اخوان انك تسترجع الطاقه حق السلاح اللي تستخدمه يا اخوان، هذا اللي فهمته. اوكي هذا هذا ينباع لكن بسعر 10000 يا اخوان، انا ما عندي 10000 تر، ينباع على 10000. اما هذا حل حل هيلينج، بعدني باقي لي واحد، قاعد ادور على واحد يكون الهيلينج عندي مره.
مرة زي العسل. أما هذا ما نسي بوستين ريسول بذا نسي ما حصلته لحد الحين بعني قاسة دورة. أوكي وين ال أوش خلينا نكلم هذا على أساس يطلع الضباب يطلع ذلك الحمير ذلك الفامبايرز. أقول لك تكلم سيدة أنا معطنك ذاك دوا مالكحة وش فيك ليش كاك بعرك عنك بلعين زين بعطيك هذا يلا بعطيك جلمس. اوكي اوكي انا خص المفروض شايل نتكلم هذا بعدين عاد لان عندي جلمس له عندي جلاند فما اقدر يطلع على الضباب يا اخوان. انا اسطوره يا حبيبي اسمعني انا عارف ان هذا اللي اسمه هذا المنقار مالك طويل فيعني على الاقل ذا المنقار اعطينا ذا المنقار على اساس اتضارب به يعني فيني بشيء يا اخي لا قس كلمني كذا انا راح اتضارب مع الزعماء وانت قاس هاي شله انا يا اخوان لازم اسمعوا ايش قاس يقول كيف في شيء مهم يقولنا باقي باسم ذاك مقر واحد فقط عندنا مقر واحد نستكشفه وبعدها اتوقع نكون خلاص خلصنا اللعب يا اخوان انا ما متاكد لكن هذا الكلام كلام البومه هذا ما اعرف اصلا ايش هذا بومه ليش ما عرفت ايش هذا اعطونا اوكي ضبطنا سويتش سيل انفكشن بيري ليفت اوكي ار empower repost اوكي اوكي في ميزه جديده اخوان هذا البوم طلع منه فايده اعطانا ميزه جديده اوكي يلا منتقين ان شاء الله بعد اسمه ذاك بعد هذا المنطقه انزين يا حبيبي طلع ذاك طلع ايوه طلع لي طلع خلاص اوكي طلعنا خلونا نسيف المنطقه الجديده انا ما اتذكر وين بالضبط يعني ما اتذكر الطريق لكن اتوقع اذا ما خاب ظني تنزل تحت كذا ما اتذكر يا اخي وين بالضبط فخلونا نروح نشوف اذا بنعرف وين المنطقه ما اعرف صراحه ما اعرف وين بالضبط كان وين أنا أتذكر وكان عندي ذاك الشعلة في شعلة يا أخوان أوكي هذا مسمى بعدهم موجودين يا أخوان هذا ما طلعهم يا الزريبة كيف السالفة كيف ما طلعهم يا حبيبي أنا معطينا جلمس سلامات أشوف بعدهم موجودين الأمور طيبة صح؟ إيه خلاص راحوا يا إخوان ما موجودين إنزين يا جماعة أنا اللي أتذكره المنطقة هذا آخر منطقة اللي منروح لها الحين أوكي كان عند ال إيش يسموه ذاك في كنا شعلة هناك من حاطين كنا شعلة ولا إيش ما أعرف إيش يسموه هذا كنا شعلة ولا إذا كان شجرة محترقة ولا إيش ما أعرف إيش هذاك أنا ما أتذكر بالضبط وين لكن أتوقع إذا ما خاب ظني يمكن اتوقع ترسب اليمين انزين اوكي اتوقع من هنا هيك ايوه يا اخوان من هنا من تحت هنا تنزل تحت كذا انا اتذكر هذا الغصن اوكي تنزل تحت بعدين عاد يجيك هذاك المنطقه اللي فيه شعله ولا شجره محترقه انزين يا ايوه هنا يا اخوان هنا ايوه اتذكر ايوه هنا يا اخوان أمورنا طيبة أخوان أمورنا زي العسل باخذ هذا الفطر حبيبي ما تعب تعزف أنت ليش هنا كان في مختصر يا أخوان كنا نقدر اسمه ذاك نجي من هذا الطريق كان شيء مختصر ولكن ما مشكلة ابلع
ابلع، انا راح عندي مفاجأة. ابلع. صح يا اخوان انا ما قربت الحركة الجديدة. قالوا ارتو ارتو قلتو ما صار شيء. قصوا علي حبيب. انا صار ضعيف خلاص. الحين انت ضعيف اخوي. اولك في البداية حبيبي لما كنت ما قوي انا، اما الحين انا اموري طيبة. هيو باي باي. اوكي ايوه شوفوا هذا اللي قاعد اتكلم عنه انا. هذا ويش؟ لحظة اشوف ايش هذا. هذا شقرة صح؟ شقرة محترقة ولا ايش؟ ايوه شقرة هذا اخوان. حرقتوا شقرة ليش؟ تحرقوا شقرة ليش؟ ليش تحرق؟ ليش تحرقوا؟ ابلع ابلع يا حبيبي ابلع. ايوه سمعني صريخك سمعني صريخك. ايوه بعدين تروح فوق. اتذكر تروح فوق يا اخوان. اتوقع نحن رايحين يعني رايحين صح يعني. ابلع كيف تسوي لهم بس كذا تسوي لهم بس خلاص يموت على طول. ايش تبغى انت؟ ايش تبغى؟ هذاك الطاقه الجديده انا ما اشوف يسوي شيء يا اخي. ما فهمت وش يسوي وش بالضبط هذا. قالوا لي ارتو التو. والله ما اشوف شيء يصير. اوكي عندنا حركه جديده اخوان. لحظات خليني اقرا. ايوه كذا حركه جديده. يا ساتر شفتهم. لكن انا بصراحه عجبني. لحظات قبل ما اموت افضل الحركه القديمه يعني. افضل الحركه القديمه يا اخوان. ولكن الحركه الجديده نفس الشيء ممتازه ولكن افضل الحركه القديمه. بنروح هنا فوق. الطريق من هنا يا اخوان. لا ما من هنا. لا ما من هنا. كان في درج. ايوه شويه شحت انا شويه بس شحت. ابلع 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 ابلع. ايوه كذا تموت انت. انت ليش تضرب؟ انت ليش تضرب؟ خلينا اخذ الفطر لان اذا متنا بنعيد من اول. بنعيد من القلعه. تخيلوا انتوا بس. ايوه هو ذا المكان يا اخوان. اتوقع هو ذا اخر منطقه في هذه اللعبه يا جماعه الخير. بيكون هو ذا اخر منطقه. فانا متحمس جدا. يلا حبيبي طولت. يس هو ذا المنطقة. أنا جيت هذا المنطقة قبل وخذيت السلاح من يعني تضاربت مع الهاردن وأعطاني سلاح. لكن أنا ما تقدمت. أنا ما رحت هناك. خذيت السلاح من هنا يعني قريت الكتاب وتضاربت مع هاردن وبعدها عاد رجعت إلى القلعة. هذه المرة يعني أول مرة بيكون أستكشف هذه المنطقة. أوكي. لحظات يا أخوان قبل أي دقيقة أقرب. هل أخضر هذاك اسمه؟ أيوه شوفوا الحين يا أخوان كما قلت لكم شفتوا الحين نقدر اسمه ذاك نقدر نتنقل. يعني نقدر نسوي ترافل. يعني الحين سهل بيكون يعني مثلا بغى تروح هذه المنطقة تضغط على طول يوصلك هذه المنطقة. ما نفس أول يعني قيس تركض وما أعرف إيش تضرب خط. أما الحين أمور طيبة. أنت بغى تروح هذه المنطقة تضغط يوصلك على طول هذه المنطقة. فالأمور طيبة أخوان. الحين أمور طيبة زي يعني الأمور زي العسل. أوكي زين. طيب يا جماعة الخير أنا راح أنهي هذا الفيديو في هذا المكان وإن شاء الله في الفيديو القادم راحين يعني نستكشف هذه المنطقة يا جماعة الخير. فادعمونا باللايك والشير والاشتراك يا جماعة الخير. كان معكم عادل من قناة انفين جيمنج. منتقانا في الفيديو القادم. سلام.